جدا اني اقدمها. والمفاجأة الحلوة دي هي صوت ساهم بفنه وبإسعاد جمهور كبير، والصوت ده له عشاق ما زالوا بيذكروه وما نسيهوش أبدا. والصوت اللي هقدمه ده صوت المطربة الفنانة نور الهدى اللي حرمتنا مدة طويلة، لكن الفن وروحها الفنانة الحلوة وجمهورها وعشاق صوتها اللي طالبوها بأنها تعود للفن فنزلت عند رغبتهم، وهي رجعت علشان تتصل بجمهورها وتواصل الكفاح في سبيل فنها وفي سبيل الهبة اللي ربنا وهبها لها من صوت عشان ما تحرمش الجمهور منه. وأنا بقدم الفنانة نور الهدى، وأنا معتقد تمام الاعتقاد أنه إن شاء الله هتعود لمجدها السابق وصوتها الحلو اللي سمعناه وعشنا معاه ليالي طويلة. أضواء المدينة بيرحب معك بعودة الفنانة نور الهدى، وللحقيقة حاول أضواء المدينة قبل كده أو أكتر من مرة إن هو يشرك مع الفنانة نور الهدى في حفلاته، وأخيرا وفق وهيذيع الحفلة اللي هتشترك فيها يوم الحد الجاي إن شاء الله. إن شاء الله ممكن نسمع حاجة أنسة نور؟ حاضر، أنا حسم معكم لحن للأستاذ فريد الأطرش، انما يعني ما تاخذونيش كتير عشان لسه مش حافظاه كويس. طب لسه احنا على كل حال بنستعد، وان شاء الله الجمهور لما يسمعوا في الحفله برضه هيبدي رايه وان شاء الله هيعجبه جدا انا متاكد. ان شاء الله. قبل ما تغني الفنانه نور الهدى احب اقول انه كلمات الغنوه دي الفها شاعر ما زال عايش معانا بكلماته الحلوه وأحاسيسه، الفنان الراحل الشاعر إسماعيل الحبروك، ومش حنسى أني أذكره في المناسبة السعيدة دي، في المناسبة اللي يستمع الجمهور لكلمات الفنان الراحل إسماعيل الحبروك بصوت نور الهدى. سجل لسه في منتج قرب شويه. استاذ فريد هتعمل ال ماشي على طول. الحب يا نور عيني،
عمره ما كان كده. لا 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 لا